الفقرة الأولى إن شاء الله هتكون فقرة في منتهى الأهمية، لأن الموضوع ذات نفسه مهم. خلي بال حضراتكم لو أنتم بتتابعونا بصفة دايما خدتوا بالكم إن إحنا على قد ما ربنا بيقدرنا بنحاول دايما نربط كل موضوعاتنا اليومية وملابسات حياتنا حتى الاجتماعية، بنحاول دايما نربطها بالرياضة. وأكيد يعني ما ينفعش يكون دخلنا على أجازة الصيف ويعني الأجازة الصيفية اللي ساعات بتبقى مدتها طبعا بتختلف من مدرسة لمدرسة، المدارس الدولية غير المدارس الحكومية، لكن في الحالتين إحنا بنتكلم على إن في قطعية وقت حلوة جدا ما ينفعش نسيبها تعدي من غير ما نشجع ولادنا على ممارسة الرياضة. واللي منهم بيمارس رياضة بالفعل وبيلعب رياضة معينة أو بيلعب لعبة معينة يقدر في الوقت ده يطور من نفسه فيها. في الأجازة معظم ولادنا للأسف الشديد بيقضوا أوقاتهم مرميين على الكرب، يعني زي ما بتقال كده، وحالات ملل وزهق ومش لاقيين حاجة يعملوها، وطبعا الجو الحر مزهقهم أكتر وأكتر. بيعملوا ايه؟ بيقضوا الوقت الاطول من اليوم على الموبايلات، على الانترنت، سهرانين لغايه اوقات متاخره من الليل. فطبعا كتير من الاهالي بيشتكوا يعني ان هم مش عارفين يخلوا ولادهم يستفيدوا الاستفاده المثلى من الاجازه الصيفيه. وهنا بيجي دور الاب والام ان هم يملوا ويشغلوا وقت ولادهم بشيء مفيد وبشكل صحيح، ويشركوا ولادهم في القرار ده، يعني ما يحسسوش ولادهم ان هم مجبرين على حاجه معينه يعملوها غصب عنهم، لكن خليهم شركاء معانا حتى في اتخاذ هذا القرار. اكيد في حاجات كتير جدا بتشد الاولاد سواء في الرياضات المختلفه او حتى الفنون، تمثيل، موسيقى، رسم الى اخره، يعني مجالات كتير جدا ما ينفعش نسيب الاجازه تعدي بدون ما نشجع ولادنا على ان هم يجربوها. اضعف الايمان يمكن لما يجربوا حاجة فيها يكتشفوا ان هم موهوبين في الحتة دي، وتبقى دي في يوم من الأيام هي مجال شغلهم بعد كده. يعني الشغل لما بيجي من موهبة بتفرق كتير جدا وبتكون إضافة للشخص وللمجتمع ككل. فأعتقد الفقرة الأولى هتكون فقرة في منتهى الأهمية إن شاء الله. بص، هو ملف مهم جدا، ومش بس ملف الكلام عنه في الداخل بيكون، لا كمان العالم كله بيبقى مهتم بفكرة الأجازة الصيفية أو أجازة الصيف بتاعت تحديدا الأطفال أو حتى الطلاب، وكل بلد بالثقافة بتاعتها بتختلف في تطبيق المفهوم ده أو النظرية دي. بمعنى ان انت لو بصيت برضو للخارج شوية، امريكا ودول اوروبا، هتلاقي الاطفال او الطلاب في السن اللي هو مثلا تينيجر، اللي هو مثلا من بعد 15 سنة وهكذا، ممكن حتى اقل من كده، بيشتغلوا يا كريم طبعًا في الصيف، بيعلموهم ان هم يطلعوا فلوس حتى لو كانوا جايين من عيلة غنية، حتى لو كانوا مرتاحين ماديا. مش ده المقياس ابدا، ان هم في فترة الصيف بيحاولوا ان اولادهم مش بس يكونوا بيقضوا وقت وخلاص اجازة، لا ده بقى مفهوم مش موجود عندنا. خلينا نتكلم بصراحة شوية وما نزعلش ان احنا بنتكلم بالشكل ده، لان ده واقع يعني، وده واقع موجود في بيوتنا احنا شخصيا، يعني الاطفال عندنا في العيلة وغيره كل بيت موجودين فعلا زي ما كريم كان بيقول، هم ما يعملوش اي حاجة اكتر من ان هو يا على الايباد يا على التليفون يا على البلاي ستيشن يا غيره يا غيره. ده بنسبة اكبر، يعني بنسبة مثلا نقول 80% وممكن 85%، لكن غير كده قليل قوي ما تلاقي بيت. اه طبعا في ولاد بيتمرنوا ورياضة، بس هي القصة مش بس ان انا بودي ابني يتمرن، يعني ممكن اكون بودي ابني يتمرن بالعافيه، فما بصنعش منه برضو انسان ناجح او بطل ناجح. بالمناسبه كل ده غلط، لازم الطفل نفسه يبقى هو اللي حابب ده، لازم لما يكبر شويه يتعلم ان هو ازاي يتعامل فلوس. الحاجات دي موجوده اوريدي وتحديدا في امريكا بشكل كبير. احنا عندنا بنتكسف شويه ان مثلا ممكن واحد يبقى ابن ناس جدا يقول له لا انا ابني ما بيشتغلش مثلا شغلانه معينه بسيطه. لا بالعكس طبعا. على فكره احنا لو كنا اشتغلنا من واحنا صغيرين وابتدينا نفهم يعني ايه شغل، ابتدينا نفهم يعني ايه نعمل فلوس حاجات كتيره جدا، كنا هنطلع اجيال مسؤوله بشكل كبير، ولاد وبنات يفهموا يعني ايه معنى اصلا المسؤوليه طبعا. احنا بنفتقد على فكره المسؤوليه في الجيل الحالي بشكل كبير جدا، ومش الجيل الحالي اللي هو الصغير، ممكن جيلنا احنا. انا بتكلم بجد اخر الثمانينات والتسعينات في كان نوع من الدلع، في نوع من اللي هو كل حاجه متيسره، فده بيطلع شخص في الاخر مش ريسبونسبل، وبالتالي الشخص ده بيتجوز ويبقى مسؤول عن عيله ما هو مش ريسبونسبل اصلا، فبيطلع لنا عيله مش كويسه. كل ده مرتبط بالنشء، والنشء ده هو الاساس. فعشان كده احنا النهارده الملف ده او الحلقه او الفقره تحديدا الاولى هنتكلم باستفاضه، لانه موضوع مش بسيط ولا هامشي، لا موضوع فعلا مهم. نتمنى ان حضراتكم اكيد يعني تتابعونا.